طبقنا كل حاجة. طيب احنا في مكان اسمه كوم الدكة، في ناس بتنطقه بطريقتين، في ناس بتقول عليه كوم الدكة، والدكة معناها ايه؟ المكان اللي بنقعد عليه. المكان اللي بنقعد عليه هو عبارة عن كرسي من غير ظهر، خلاص زي الدكك اللي كانت موجودة في الأرياف وما زالت موجودة. فهو يعني في ناس بترجمها ان هو كوم مجموعة من الدكك، اشارة لشكل المقاعد بتاعت المسمى خطأ المسرح الروماني. وفي ناس بتقولك لا، هو بيتنطق كوم الدكة، خلاص الدكة معناها التل المدكوك، نتيجة ان زي ما قلنا برضو ان معظم او مواقع اثرية كتير جدا في مصر اسكندرية وبرا اسكندرية كانت محاطة او مغطاة بمجموعة من الاتربة بتكون شكل هيل، عشان كده في كتير جدا من الاماكن الاثرية اتنطقت او كان فيها كلمة كوم قبلها، وتل ساعات تل الضبعة، كوم الدكة، كوم الشقافة، الكوم الاحمر وهكذا. خلاص طيب، المكان اساسا وفقا للروايات والمصادر التاريخية المختلفة، سبريبن مثلا قال ان المكان دوت كان تبع بانيوم هيل، يوم مكان للعبادة او مكان للتقديس، فبانيوم هيل دوت معناها مكان لتقديس الاله بان، والاله بان في الديانة اليونانية كان اله للحقول والمراعي ومخصص للحقول، وده كان اشارة ان المكان دوت كان اساسا full of gardens، كان مكان للانترتينمنت، ويقال انه كان فيه جيمنازيوم، ويعني كان يعتبر مكان ريلاكسيشن كده. في العصر الروماني من الواضح ان المكان تم استغلاله كجزء من منطقة سكنية راقية جدا للإليت رومانس، واللي بيؤكد هذا الموضوع ان احنا لقينا مجموعة من البيوت واللي احنا هنشوفها بعد كده من ضمنها اجمل اشكال البيوت اللي بترجع للعصر الروماني واواخر العصر والفترة البيزنطية كمان، اللي هو فيلا اوف ذا بيردز اللي كانت ماسكاه وفي الترميم اليونايتد ستيت ايجنسي اوف انترناشونال ديفلوبمنت اللي احنا بنقول عليها اليوسايد، خلاص كانت برضو شغاله فيه بالاضافه لوزاره السياحه والاثار المصريه. تمام، ففتره الحمله الفرنسيه المكان تم استخدامه وتم عمل قلعه صغيره للمقاومه لصد هجمات المصريين في بعض الاحيان، وعلى فكره القلعه الصغيره دي فضلت فترة موجودة لغاية ما تم تفكيكها. في الفترة البريطانية يعتقد ان كان المكان بيستخدم ككام للجنود البريطانيين، لغاية ما جت اسرة محمد علي، او في فترة محمد علي حصلت يعني حاجة مأساوية جدا في هذا المكان، ان كان بيستخدم لحفظ البارود اللي هو الجان باودر، تمام، والاسلحة المختلفة، وقال ان حصل اكسبلوجن او انفجار كبير جدا في المكان، وده اثر بشكل سلبي على كتير جدا من الاجزاء المعماريه في هذا المكان. لغايه كده مفهوم؟ انا بحاول بس اروح حته ظل، بس للاسف احنا في الاوبن اير، فيعني معلش. خلاص طيب، قبل ما نشرح المكان دوت، هل هو ثياتر ولا امفي ثياتر ولا اوديوم؟ وايه الفرق ما بينهم؟ الثياتر خلاص هي جت منين فكره الثياتر؟ الثياتر هو مكان معناها place of viewing، مكان للرؤية، خلاص، ودي ظهرت في العالم اليوناني علشان هما كانوا بيحبوا يتجمعوا، وخصوصا في فترة احتفالات ديونيسوس ان هما يتجمعوا في فترة الربيع علشان يقعدوا ويحتفلوا بالاحتفالات بتاعته اللي هي الديونيسية، علشان ديونيسوس يقدر ان هما يعني يجارنتي ذم حصاد كويس او هارفست كويس، دي حاجة. بالإضافة إن هم كانوا مولعين بفكرة المسرح والألعاب المسرحية المختلفة والماسكات ومش عارفة إيه، فبدأوا يستخدموا بنشات خشب، عارفين بنشات الخشب بتاعت المدارس بتاعتنا العادية، وبعد كده بدأ الموضوع يزيد، بقوا 20 الأول بيتفرجوا أوكي، 30 ماشي، إنما بدأ الموضوع يوصل لـ100. لو إحنا متخيلين فصل فيه 100 بنش، هل الناس اللي ورا هتشوف؟ فبدأت الفكرة إن أنا عايز مكان يكون أفضل للرؤية، برؤية المسرحية نفسها، خلاص. فعشان كده جاء من هنا فكرة ان انا ببني بنشس او بنحت بنشس في الصخر، بتاخد شكل نصف دائري والجزء اللي في النص يبقى للرؤية، وهنا من جت كلمة الثياتر او place of viewing. طيب طبعا عندنا افضل شكل للplace of viewing او افضل المسارح على الاطلاق هو المسرح بتاع ايبيدورس، خلاص يعتبر من افضل يعني المباني اللي بتعبر عن المسرح، والمسرح كان بيتكون من اجزاء معماريه مختلفه، تمام. ده شكل المسرح اوكي اليوناني القديم، ادي شكل
السيتس اللي احنا بنقعد عليها هي تبقى عباره عن ركض سيتس، والاوركسترا دي كلمه اوركسترا هي اللي في النص، الجزء اللي في النص اللي بيستخدم البوتم هنا للالعاب بقى المسرحيه المختلفه. عندي البارادوس او البارادوي ده المدخل والدخول اكزيت وانتري، اوكي، وادي السكينة والبروسكينين اللي فوق، ودي في بعض الاحيان كنت بحط عليها تماثيل الالهة ان كيس ان لو في تماثيل للالهة مشاركة في الالعاب المسرحية بيحطوها ايه فوق. ده شكل المسرح بجد كده مفهوم. طيب في العصر اليوناني وخصوصا في العالم الروماني بدأ يظهر فكرة ايه بقى؟ بدأ يظهر ان انا بدل ما كنت بشوف العاب مسرحيه، الرومان كانوا مولعين اكتر بالالعاب الرياضيه، خلاص ما كانوش اهل ادب بقى قوي ومسرح مش عارفه ايه، لا هم كانوا اكتر بيحبوا قصه الالعاب الرياضيه. ولو حد يعني مهتم بقصه السبورت هيعرف ان الالعاب الرياضيه صعب الاكتشاف من مكان واحد. تخيلوا ان احنا بنشوف ماتش كوره من وان سايد، هل هعرف اتابعه؟ خلاص مش هينفع اتابع ماتش كوره من وان سايد. علشان كده جت فكره ان انا احط تو ثياترز ايه فيسينج ايتش اذر، خلاص، وبدل ما يبقى شكل راوند، لان هم برضو شافوا ان الشكل الراوند لو الاوركسترا راوند مش هتبان اللعبه، قال لك لا ده لازم يبقى ايه اوفل. نفس فكره الاستاد، الاستاد برضو ايه الملعب بتاعه اوفل علشان تقدر تشوف اللعبه من كافه الاركان. وكلمة أمفي هو prefix معناها in the round، يعني واخد الشكل إيه الدائري، يعني هو theater in the round دائري، مش half مش half circle زي الثياتر نفسه. الأمفي ثياتر بياخد الشكل بقى الأوفل building، خلاص. وطبعا دوت الكلوزيوم، خلاص ده أحد أشكال الأمفي ثياتر اللي عندنا، عارفين فيلم بتاع جلادياتور، خلاص هو دوت ده أمفي ثياتر، ده كان بيستخدم أكتر الألعاب الرياضية. يبقى احنا عرفنا ايه الفرق ما بين الثياتر والامفي ثياتر. طيب الاوديون او الاوديون هو عباره عن ايه؟ هو صاله للاستماع للموسيقى. في بعض الاحيان برضو اليونانيين كانوا يحبوا كده ايه يسمعوا مزيكا، يسمعوا حاجات العاب مسرحيه بسيطه وخفيفه، فكانوا بيستخدموا الاوديون او الاوديون. الاوديون كان ليه تو ديزاينز، يا اما كنت بستخدم شكل المسرح الحالي اللي هو مبنى مستطيل، اوكي، وفي بعض الاحيان بيبقى شكل الثياتر بس اصغر في الحجم. لغايه كده مفهوم؟ طيب يبقى before talking about this place we should mention that this area was called Comet Dekka. We have two pronunciations or interpretations for the place itself. Some say that it was called Comet Dekka, and Dekka means backless seat, a seat without a back, referring to the shape of the seats here. This is the first interpretation. The second one, sometimes called Comet Dekka. What's the meaning of Dekka? It's the compressed heap of sand or dust, referring to the shape of this place before excavations. Okay? This place was once a place or a part of the Panium Hill. Yom, as we said before in the Serap, Yom is the place of worshiping. So Pan Yom is a place of worshiping the Greek god Pan. Who was the Greek god Pan? He was the god of fields and gardens. So, and this was described by Strabon, that this place was devoted to gardens, it was devoted for entertainment. And during the Roman times, this place was used as a habitation quarter. يعني habitation quarter, منطقة سكنية. And this assumption was mainly confirmed by the excavation or the discovery of number of very wealthy houses in the eastern area of the area of Comet Dekka, as we will see later. During the Islamic period, the capital Alexandria was neglected. It was no longer the capital of Egypt, so this place was neglected and it was used as an Islamic cemetery. And therefore, we have layers of Islamic cemeteries dating back to the 18th and 11th century AD. Welcome, Afoum. طيب. Before talking about the description of this place, we should ask ourselves one question. What is the difference between a theater, an amphitheater, and an audio? Okay? The theater in the Greek word means theatron, derived from a Greek word called theatron, which means a place of viewing. Okay? The Greeks were fond of having different theatrical performances, having different festivals in the honor of a Greek god called Dionysus.
And therefore, at the beginning, they began to sit on wooden benches. Okay? By the increasement of, or the increasing number of the audience, they feared the collapse of the wooden benches. And therefore, they began to invent a building which is more stable to see these performances. And therefore, they invented the theater, having wooden benches or rock-cut benches, okay, and a place for the performance called orchestra. As we said before, one of the most well-preserved examples of the theaters is the theater of Epidaurus in Greece. And this is the shape of the theater. This is the design of the ancient theaters, okay? We have rock-cut seats here in the form of a semicircular build, half-circular build, okay? And the orchestra is a place for the different theatrical performances. We have an exit and entry, parados or paradoi, one here and one in the other side. And also we have the skene or the proscenium. It was a place where the statues of the gods were placed in the case of being involved in the theatrical performances. This is the theater, okay? So it was invented by the Greeks for the theatrical performances. On the contrary, the Romans were more mainly found fond of the battle and sport activities, wild sport. The battles or the conflict between the gladiators, يعني gladiators, مصارعين, or even between the wild beasts. يعني هم اللي اخترعوا قصة مصارعة التيران والقصص دي هم اللي عندهم يعني حتة السبورت عالية قوي. They discovered or observed that the shape of the theater is not suitable for this type of activities because any football match, any match sport activity should be seen from two sides in the case of having two parties or two teams. And therefore, they invented another shape which is called amphitheater. Amphi is the prefix meaning in the round. So amphitheater is the theater in the round, having two theaters facing each other. Having two theaters facing each other. But instead of having a circular building, because they found that the circular shape is also not suitable for the observing the sport activities, they made the orchestra oval. They made the orchestra oval. So it began to they began to invent an oval building, having rock-cut benches, an oval orchestra to see the different battles and the different activities between two A competitors. Okay? The third building is the Odeon. What is the Odeon or the Odeon? The Odeon is a place for listening music, okay? And we have mainly two designs for the Odeons. Mainly, it's the shape of the theater, but smaller in size, or having the shape of the modern theaters now. It's a rectangular building. ماشي؟ لغاية كده مفهوم؟